زيارة رئيس الجمهورية تستمر إلى ولاية تويج، إحدى الولايات الحديثة التي تم تكوينها بقرار جمهوري. الاستقبال والفرح كبير بمقدم الموكب الرئاسي الذي بدأ على الحدود الولاية مع غوغريال، واصطف الفعاليات والمواطنون على حد سواء في مدينة أورق في مسيرة تقدمها حكومة الولاية برئاسة الحاكمة تمدو دياك، لتمتد المسيرة إلى حاضرة الولاية ميان أبون. حيث الاحتفال الجماهيري الحاشد، دم رئيس الجمهورية سلفا كير ميادت تعهداته على استدامة السلام والاستقرار، كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية للعودة بالبلاد إلى آفاق تنموية. كوارب سلام بني جماعة ينكدر كي يبقى ينكنبين كدر كي يروي ينبين إشارة ونبيا ويكن بحالة بتطريق بتين من دم تجوبة ببن لقاي ما بن غير بندون تن شارتي سنة الفات أنتي لا شاينا kwari chiram kara is bitar china chala again ila ko nyan ba en loy jawara akan taalim wi ra ci jamun gobana ra ci jam wad madaris madaris a won kay ga ta ku ka ci but ke madaris ka a wi bu ka jwak big jwi ku e kwada akin man ci ben radis kule ye nya ye do adi la iskule ben ari na ci han na ci kan so 30 film ya kan diar ci taw disturi ba diar ayo gano diar kun be web masalo te ci wer yi radu iskule ba ta ke iskule. مايكل مكوي وزير الإعلام والاتصالات قال إن الحكومة وقعت الاتفاقية حفاظا على أرواح المواطنين والعودة بالبلاد إلى خارطة نمو وتقدم. an wati ni bakoy no kay ne bay kay mi wuj be ya bay na jep ka biya ko ye ko to a chanin biya bay kay ma ba ba ko kum ma ga ba to ke a chang da ta he ko ko kay a mo din no wati tong ba do tin. لذلك أشاد حاكم ولاية تويج أتم مدودياك بزيارة رئيس الجمهورية سلفا كير ميادت على الولاية، وجدد وقوف مواطني حكومته مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية برئاسة الرئيس كير. بن والله تيج كذي شاب ده كاي كذيين شاب تيج كاي كذيين كذيين كده كله كذ كذي بني شال تيج كبلوا لو كوكل إن كذين كأكناسين كذين رد ده شار يا شو جاون مدين أبي الله يكبر ما يوم عدن achan bu connected kege northern league society road abu connected kege northern league bu gam yan jur ken bi far chal ga chat chaltin abu ga chal ka kai ko jok yu ko tila ko music o ki tin jala put kilo yogin. الاستقبال الجماهيري الحاشد للجولة الرئاسية الأولى لإقليم بحر غزال الكبرى أكد تلاحم المواطنون مع الحكومة القومية نحو مرحلة المقبلة. وايكوال بيور اس اس بي سي ولايه تويج ميان أبون.